جدي جدي يا بابا جدي انا تعبان انا تعبان انا حاسس بالسكاكين عماله بتقطع في التورته. مالك يا بابي مالك؟ بابي بيودع خلاص. حاسس انها انفاسي الاخيره، حاسس انها ساعاتي الاخيره، المحطه الاخيره النازل ويلا. ما تخافش يا جدو يا حبيبي، معلش تكونش دي كرشه نفس كده وهتعدي، وان شاء الله الجهاز التنفسي هيرجع لنشاطه ان شاء الله. نشاطه ايه يا دي؟ حصه العاب. انا بقول لكم انا حاسس بنفسه وحاسس بودع. انا بودع. سلام عليكم. حد عايز سلام عليكم؟ تعال تعالى تعالى يا بابي هجيب لك الدكتور. دكتور ايه؟ دكتور ايه اللي هيجي بقى يقعد يفتي ويقعد يقول ده عيان باين؟ وانا عايز محامي، عايز محامي، وعايز كوبايه الشاي، وعايز 2 جبنه الصنبوري سندوتشات في طاس بسرعه. بقول لك ايه، انا هكلم عادل واقول له ان جده بيودع، يعني على اساس ان هو لو عرف ممكن يزعل قوي. ايوه عادل هو راجل بيته، لازم يجي يتصرف مع جده. اوكي. ايوه يا عادل الحق جدك، ما بين الحياه والموت، الراجل بيودع. قولي له بيودع بين الحياه والموت وشبرا. ماشي يا رني انا هتصرف. ماشي سلام. غريب جدا، جدي بين الحياه والموت يا سيدي. ايه ده بابا سته بين الحياه والموت؟ ايه متعلق يعني؟ يا خوفي بقى يكون هو اللي معلقنا. خلاص بقى دول نطلب له دكتور بقى. ده الطبيعي، لكن هو مش عايز دكتور، عايز محامي يا سيدي. خلاص يا دولا يمكن بيرتاح على ادويه المحامي ده. بقول لك يا دولا لو المحامي ده اغلى شويه ما تستخسرش، ده كدك برضك. استخسر ايه؟ المشكله مش في كده، المشكله ان جدي ده لو فعلا مات، وده احتمال بعيد يعني، ده ممكن يورثنا احنا كلنا. لكن لو بفرض ان هو مات واحنا اللي ورثناه بقى، يا انت قصدك ما انتش عارف جدي ده يعني ده طول عمره بخيل، ده عنده املاك ممكن على مستوى العالم كله يعني. ايه ده دولا هو غني قوي للدرجات دي يا عم؟ غني قوي للدرجات دي؟ يا نهار ابيض، ده مش مليونير، ده ملياردير، ده يملك على الاقل بتاع نص المغرب مثلا. الله يا دولا، الله انت ابن حلال والله، وهتعمل ده ان شاء الله. دولا انت بقى لما هتبقى غني بقى كده هو هتعمل ايه؟ قول لي. يا عارف لو بقيت غني؟ يا دولا بحلم ان اول حاجه اعملها ارفدك يا رمزي. ايه ده دولا، ده انت مستني لما تبقى غني عشان ترفدنا يا دولا؟ طبعا، لان طول ما انا فقير بتصعب عليا، وبعدين ايه يعني اللي يصعب عليك يفقرك، فانت عشان كده فقرني انت طول الوقت. لكن لما ابقى غني بقى، ده انا مش بس ارفدك يلا، ده انا هشردك. وعارف انا ممكن اعبسك، انا هيبقى لي بقى اصحاب عساكر وبتاع. ايوه دولا بس كده يا عم هتكلف نفسك يا عم. نكلف نفسي ايه يا ابني؟ ما انا هبقى غني، ده انا ممكن اشتري مثلا اوضه خرسانه من اللي هي تحت الارض، ضيقه وضلمه، واحبسك فيها بقى، وتبقى الاوضه دي كلها ايه، سلوك عريانه، سلوك كهرباء عريانه، مش مثلا عليها بلاستيك ولا بتاع، لا كلها عريانه كده ونازله من السقف، والارضيه كلها غرقانه ميه، عشان لو انت ما اتكهربتش تموت غرقان. ايوه دولا بس ممكن ساعتها تبقى الكهرباء مقطوعه يا عم. انت تعقدها ليه؟ بص هشتري 3 اسود ما كلوش بقالهم سنه، وهشتري 4 نمور. بتحب النمور؟ و4 نمور بقى ما كلوش عمرهم خالص، وقد شويه تماسيح كده اهو بتاع 50 تعبان سام مسمم، وكلهم بقى حطهم معاك في الاوضه الضلمه اللي هي بكهرباء وميه دي. الله يا دولا الله. بس يا دولا كده ممكن التعابين يا عم تقرص الاسود. انت خايف على الاسود؟ وعشان المخرج اسمه أسد. طمنا يا دكتور محامي، طمنا. والله أنا عملت اللي عليا والباقي عليكم. جدكم قرر يكتب وصية. وصية؟ أنا قلت لك من الأول يا عادل الراجل ده مش سهل، أهو جدك طلع مش سهل. وصية إيه؟ لا حضرتك الميراث يتوزع بشكل شرعي. طب الثرواتوس والوصياتوس دي مكتوب فيها إيه بالظبط يعني؟ هو قرر يكتب كل ثروته لأكتر واحد بيحبه وبيهتم بيه. الله يا بابا سته. ليمون على الأتعاب لو سمحت. سناء شوفي معاكي فكة. فكة؟ فكة إيه يا هانم؟ وأنا هبيع له كبريت؟ رانيا شغلي لي جيبك وحاسبي المحامي. ايه ده انا معيش فكه حبيبي، انت قاعد تفرج عينه ولا هو مش جدك ده؟ يلا يا بابا ادفع. لا لا ما تبصليش يا حبيبي جامي، انا ما عنديش لرجانات خالص. مامي بتندهي عليا. ثانيه واحده اتكلم مامي وجايه لك تاني.
ياسمين الحصاله بتاعتك هاتيها افتحيها اكسريها طلع اللي فيها. انا ما عنديش حصاله. يا بنت عيب كده يا بنت. الله الله، ده ايه الحب والاهتمام ده؟ ايه رايكم بقى انا هدخل اقول له لا فيكوا حد بيحب ولا بيهتم بيه، وانا بس اللي بحبه مش هاخد منه فلوس، جايز يمكن يكتب الوصيه باسمي. ازيك دلوقتي يا بابي؟ انا عملت لك جوز فراخ عتاقي، انما ايه هيرجعك لسن العشرين. جوز فراخ ايه؟ انت بتاكلي عيل صغير يعني يا انعام؟ معقوله يعني انا اكل جوز فراخ وبعدين ابلع الفراخ بايه؟ فين اللحمه يا انعام؟ فين اللحمه؟ ما انا بسلقها لك يا بابي. لا بس انا عايزها محمره وعايزها يلا. حاضر هحمرها لك. خلاص واسلقيها بسرعه بقى. بقول لك ايه يا بابي؟ كده برضو تسويني بالناس اللي بره في الوصيه ده؟ انا كنت فاكره انك انت هتشيل لي نايبي على جنب. نايبك ايه؟ وانت هتورثي فته؟ بس يا بابي انت عارف ان انا بحبك ومفيش حد بيحبك قدي. وتحبيني ليه يعني؟ انا عمري ما كنت اب حنين معاكي يعني، ده انا مرمطتك من وانت صغيره كنت بمرمطك. بس بحبك موت. وحتى عمري ما جبت لك شوكولاتايه ولا حتى جبت لك صباع بتاع ده. برضه بموت فيك. وعمري يعني حتى ما جبت لك، فاكره ما قلت لك اجيب لك بسكليته اما انت تهببت نجحت فاكره، وانا خدت الفلوس بتاعت البسكليته ورحت صرفتها على نزواتي. كل الرجاله كده بيتصرمحوا عادي. انا ما كنتش عايزه سلوتك كلها، انا عايزه بس ربعها عشان اتسيغ بيه. خلاص يا نعم الصياغي، الصياغه يا نعم، انت بنتي ورا ابوكي ورا عند بنتي والصياغي وعلى راي المثل البنت قالت لابوها عايزه ورثك يا ابا، ابوها قال لها سيبينا فكر بقى، سيبينا فكر. ها طب يا حبيبي فكر على مهلك، فكر على مهلك. وهاتي اللحمه يا نعم بقى اللي انا قلت لك عليها. هيا ماما كتب لي قد ايه؟ ما كتبليش حاجه. بس هيكتب لي. ها يعني هيكتب لي كام؟ قاعد بيفكر وبيحسبها مع نفسه عقبال ما اشوح اللحمه. ماشي عقبال ما انا ادخل له. تعالي هنا. هتخشي تروحي فين؟ انت بتهرجي ولا ايه؟ الشرع بيقول واحد من عيلتكم واحد من عيلتنا. ده جده انا يا روحي، ده جده انا يا قلبي، انت مالكيش فيه، انت حيالله مرات حفيده. استني بس انت، انا عايزه اقول لك على حاجه. سرق يا حبيبتي، جدك اللي بتتكلمي عنه ده بطر كل صله الرحم بينكم وبينه من ساعه ما كتب الوصيه. ها مش هتخشي له، انا اللي هدخل. انا عايزه اقول لك بس على حاجه حبيبتي، انت لازم تتعايشي مع الموقف لحد ما انا ادخل واطلع لك. لا مش هتخشي له. استنى بقول لك ايه، بقول لك حسنا تعايشي يا قطه. تعايشي تعايشي. الجد هو الجذر ونحن الفروع واولادنا هم الاوراق. ايه شجره الجوافه اللي دخلت على ورقه عندي مش واخد بوابه فزار زراعه؟ فزار زراعه جده حبيب قلبي، حضرتك عارف انت بالنسبه لي ايه؟ غير رب اب، رب اب لم تتزوجه مامتي. ايه ضحك عليا وخلي بيها ولا ايه؟ طوال الثمان سنوات المتتاليين من زواجي من عادل مفيش حدث واحد هزني من جوه زي يوم مجيئك، يوم شروقك في صاله بيتنا. شروقك اللي هو الشروق والعبور والتجمع الخامس ودار السلام. دار السلام. لا 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 لا، يبدو اني فقدت القدره على التعبير بحضورك الطاغي. جدو ساعدني على صياغه موقفي ارجوك. وانت كمان عايزه تصيغي ايه العيله اللي مفقرانه ذهب دي؟ لا 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 مش درجه صيغه، مش هتوصل لدرجه صيغه، الحمد لله الواحد متصيغ يعني. هو كل الموضوع يا جدو ان ساعات الواحد يعني المعايش يا جدو، المعايش صعبه قوي. هي بتبقى صعبة الأول يعني، وبعدين بيقول لك إملاء واملأ ما بين الخط وضع خط تحت وضع القلم عشان نلم الورق، وبينجحوا على الحروك روك روك روك. الواضح أنا مش عارفة أوصل لحضرتك هو الموضوع وما فيه، إن الواحد اليومين دول ساعات كتير بيبات من غير عشاء. من غير عشاء وفي ناس بتبات من غير عشاء وبيباتوا من غير فطار، والغدا ما فيش غدا خالص، والحمد لله واكلين شاربين نايمين والحمد لله يلا قولوا يا راجل ايه ده؟
من اللي انت عاملهولي ده، عايزه ايه؟ انا بحبك قوي. تحبيني؟ طيب يعني بصي اكتبي ورقه بقى وفيها ايه تليفونك وورقه فيها عنوانك وورقه كمان وورقه بقى ارد عليك عشان افكر. انا هفكر افكر. طب هو انت بتاعت حد؟ بتاعت عادل. بتاعت عادل ده زباله، ما هيطلعك بتعليلي. ها بتعليلي ما تخافيش، خدي خدي وروحي هاتي لي لحمه وهاتي لي فطير وهاتي لي ام علي وهاتي ام علي نفسها، خليها تيجي تقعد جنبي هنا. يلا اتكل على الله اتكل على الله. طبعا نقبك طلع على شنو واداكي بالشلوط. لا يا حلوه، الراجل بيعيد حساباته واملاكه عشان يعرف هيديني ايه. رانيا رانيا ما جابش سيرتي؟ ما قالش اي حاجه؟ لا هو من ناحيه جاب هو جاب بصراحه. طيب اخش له انا بقى. لا 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 ما انصحكش يا عادل تخش له خالص، لانه الحقيقه لما جاب سيرتك ما كانش بالخير خالص. الله، هو الراجل ده بيكرهني ليه؟ انا عملت له ايه عشان كل شويه يقعد يكرهني؟ ده انا مقعده في... بصي انا ماشي من البيت ده. تمشي من جتك مشش في ركبك. استنى اصبر لغايه ما احصل على الثروه بتاعته. قال تمشيه. قال ماشي ماشي. رانيا ما جابش سيرتي؟ ما قالش حاجه؟ ما كانش نفسه يقول لي حاجه؟ اهلا يا ابيحه وسماء. عارفه انا اكتر حاجه ويعني انت واخده مني طول لساني وكده. ولسه يا جدي هاخد منك اكتر واكتر، بس احذف انت. وانت عايزه تورثيني؟ انت طمعانه، انت طمعانه طمعانه. بس صدقني يا جدي انا لو خدت ثروتك هصرف منها جزء ليك، هعمل لك سبيل ميه ساقعه كده عشان كل اللي معدي يجي يشرب كده من السبيل ويرتوي ويقعد يقول الله يرحمه الله يرحمه راجل طيب، وهفتح لك حضانه للاطفال الصغيرين وهسميها جدو رواش، والاطفال الابرياء احباب الله دول كل ما يجي داخلين الحضانه كده يقعدوا يقولوا ايه الله يرحمه راجل طيب الله يرحمه. والاطفال اللي هيخشوا الحضانه وانت هتاخدي منهم فلوس كل سنه فلوس الاوتوبيس؟ انت تكرهي المكسب يا جدو؟ انا اكره المكسب لاي حد. بطل شر بقى بطل شر، ده انت رجل برا ورجل جوه، ده انت بتموت. ويعني ايه يعني؟ يعني وانت هتعملي مدرسه وبعدين وانا عندي فلوس في البنك وانت معانا وعندي فلوس في البنك. والارض انت هتخنصر وانت بتموت ولا ايه؟ انت ناسي الارض؟ ايه الارض؟ الارض اللي في الفيوم، وانا الارض اللي في الفيوم انا هتبرع بيها للحكومه عشان تعملها معتقل يعتقلوا فيه كل اعدائي. يا اخي يوم ما تبني ويوم ما تتبرع تبني معتقل؟ تبني لك ملجا للايتام. ملجا ايتام ايه؟ وانا يتيم، انا ابوه وام مات وابوه وام مات، وملجا ايتام ايه؟ وعلى راي المثل قالوا يا جاريه اطبخي قالت ابوه وام ماتوا عشان ايتام. أعوذ بالله أعوذ بالله، ده يغول بفلوسه. إيه ده؟ خلاص أنا كنت متأكد إن هو هيرفض. دولا أنا هدخل بقى أنا كمان بقى علشان هو، أنا متأكد إن هو بيحبني أكتر واحد يا دولا، وبعدين هو وعدني أكتر من مرة إن هو هيديني الساقية بتاعت الفيوم علشان أشرب بقى براحتي. لا يلا، ده هو عايز يشغلك على الساقية بتاعت الفيوم بدل الطور يا حمار. بس برضك أحسن من شغل البازار. بازار؟ خش خش إلهي ما تخرج. ماشي ماشي. مش وقت الفقرات دي دلوقتي. اقعد اقعد اقعد. قول لي بقى بابا ستو بقى، انت هتموت دلوقتي ولا كمان شويه يعني؟ والله يعني لسه بفكر بفكر بفكر. طيب بص انا عندي فكره حلوه قوي، ايه رايك تموت على الظهر كده الساعه 12؟ لا على الظهر الدنيا تبقى حر وهطلع من عمر مكرم والاشاره وزحمه ومفيش اشاره وفي عسكري. بس انا عندي بقى فكره تانية، ايه رايك بقى بابا ستو انت تموت بقى بالليل علشان يبقى الدنيا تروى كده اهو، بس ايه بقى اهم حاجه؟ انك تكتب لي الساقيه بتاعت الفيوم. والفيوم فيه 7 سواقي وعليهم مشاكل في الورث وبعدين الاقصر بلد بلد سواح. واستنى وهفكر. لا انا مش هقعد استنى بقى، انا عايز اورثك واخلص بقى. لا وبعدين انا علشان اامن بقى مستقبلي يا بابا ستو، عشان دولا ده هون اكيد هيطردني بعد ما انا اشتركت في مغامراتك كده هون ضده، وبعدين الاقي بقى ساعتها فلوس اضرب بيها كوكتيل. هتضرب هتضرب يا مدمن يا مدمن يا اهبل، مدمن واهبل وتضرب كوكتيل يا اهبل يا مدمن. لا بقول لك ايه، عايز حاجه؟ وعلى راي المثل
ويعني مدمن وعايز يورث ويضرب كوكتيري اهبل. ماشي ماشي ماشي، انا سبتك علشان قلت بقى هتقول حاجه كويسه، لكن بهبل تاني اقسم بالله لو ما احترمتش نفسك ما ورثكش. لا ورثني، اه تعال ورثني ورث، تعال ورثني ورث. لا لا اتحايل عليا كمان، اتحايل عليك كمان، اتحايل عليك يا جزمه وخلاص، وانا هورثك، انا هخليك تورث. بص حط ايدك تحت السرير. ما تقولش تحت السرير شايل لي الساقية صح؟ ساقيتي يا اهبل يا اهبل، ساقيتي يا اهبل. هتلاقي تحت السرير ده فيه كيس بلاستيك وفيه تفاحية وفيه موزاية، وخده بيضرب كوكتيل وقطعه وبيضرب كوكتيل. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك تحت السرير. اهو بص، وهتلاقي هو فيه كذا كيس، كيس بينهم فيه تفاحة وفيه موزاية، وهاتهم. لقيتهم بابا، سيبته بابا سيبته. لا ما تخافش ما تخافش، انا مت دقيقه كده وقمت. ربنا يخليك اوعك يا بابا سيبته، ربنا يخليك يا رب، ربنا يا احلى جدو انا ورثته في حياتي عمرها. وانت طول عمرك بتقعد تورث جدود يا عم الايام اجداد الفراعنه. ايوه يا بابا سيبته، ربنا يخليك. بص بقى انا هطلع بقى دلوقتي علشان هخليهم يجيبوا لي سكينه عشان اقسم بقى الورث دون عليا. بس هو عادي يا ابراهيم، حد يضحك عليك والواد عادي اللي هفق ده وهياخد منك الورث اللي انا ورثته لك ده؟ لا عيب، ده انا ابو الرماميز. بص بقى يا بابا ستو، انا هدي دولة ده بالذات بقى النوايا اللي بتبقى جوه المزايا ده. هي يعني المزايا دي جواها نوايا؟ اه يعني انت بتاكل اللي بره وبترمي اللي جوه؟ اه انا باكل اللي بره. بص يا بابا ستو كده اهو، يعني باكل دي انا عشان ساعات بنسى وبرميها واتزحلق، فباكلها بقى. تاكل دي؟ اه وبرمي بقى البذره ده. هي البذره دي انا ارميها لك، انا ارميها. يعني انت هتاكل دي؟ باكل بقى دي. طيب يلا قطعها على الكوكتيل مع التفاح، يلا اتكل على الله. ربنا يخليك يا رب، ربنا. بابا ستو تجيب ارميها لك؟ لا هربيها انا، هربيها انا بطريقتي، يلا اتكل على الله. ربنا يخليك يلا يا اهبل يلا. البذر طعمه اتغير على زمان خالص. ياسمينة تعالى حبيبتي، وفعلا وعز الولد 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 وانتي عامله يا ياسمينة حبيبتي، وجهزولي جدي ابوك يا ياسمين. جدو انا مش عايزك تموت. والله يا ياسمين ولا انا عايز اموت، بس هو بيبقى ساعات سنتين كده بيجوا كذا حد وبيجوا ممكن ابقى يلا. محتاجين حنانك اكتر من فلوس. ياسمين بقى ما تقعديش تقولي الكلام ده عشان ممكن اضعف واكتب لكم ثروت. انت عايزه ايه؟ مين يلغيني بعدك؟ وعندك امك بقى اقعدي لغيها وهي تلغيكي والعبي في مراخينها. مين اقول له يا جدو بعدك؟ بت انت جايه تبلي فينا يا بت؟ جايه تبلي فينا؟ وهتكوني جايه تبلي فينا يا بت؟ انا بحبك، ده انا طفلة صغيرة ولسه معرفش الكلام ده. بقى على مين يا بنت؟ على جدو؟ بنت اتكل على الله، اتكل على الله وروح قول لمسلطينك جدو طلع مش زهايمر وفاكر وعارف كل الحاجات ويلا. انت ماما وانت بابا. انت هتعملين فيها انور واجري؟ لا يا ولا اجري 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 يا بنت، اجري يا بنت، اتكل على الله اتكل على الله. حتى العيال الصغيرة علموهم ال يلا. بونسوار. ايه الطبقين المهلبيه اللي جم حلوا عليا دول؟ والواحد قاعد قاعده ناشفه وحته طريه. وتعال تعال 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 اقعد 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 اقعد. والواحد ما بيصدق يلاقي يعني ايه القعده دي. يا حبيبي اعتبرنا من هنا ورايح ان احنا الوان السما السبعه. الو بتاع ليلى علوي. احنا اللي هنلون حياتك يا جدو. وهتلونه حياتي بقى بالفرشه ولا هتدلدقه على الارض ولا وانا بحب اي حد يضحك عليا ولا اكتب لكم ثروتي عشان انا اهبل انا اهبل. اوعى تقول كده على نفسك يا جدو. وانا بقول كده على نفسي عشان بضعف قدام الجمال يعني، وانا بضعف جدا. وكنت فين يا لحم لما كنت انا جزار؟ وكنت فين يا خشب لما كنت انا نجار؟ وكنت فين يا رز وعايز كام كيلو؟ روشتي حبيبي دمك زي الشربات قطع. عايزه اقول لك حاجه، اوعى تكون كتبت حاجه لحد، يعني تكون كتبت حاجه لانعام، كتبت حاجه لسناء، حتى بنتي اوعى تكون كتبت لها حاجه. لا وراهبل وراهبل، لا ما كتبش حاجه، انا لازم الفلوس بتاعتي
تقضيني لغاية آخر ساعة من ساعات عمري. ويا الساعة كام؟ حبيبي أنت عارف مشاعراتي نوحتين، يعني نوحيك أنت ومشعوراتك أنت نوحياتي أنا، يعني إحنا بنحب بعض مش كده؟ وعلى فكرة بقى يا جدو، أنت لو في أي يوم من الأيام فكرت تتجوز مامي أنا عمري عمري ما هبصلك بصة جوز أم، أو إنك خدت مكان بابي، أو كلام الحاجات الغريبة دي. لا والله يعني أنت بنت متربية يعني، وصراحة عرفتي تربي سنية ويعني وبنتك ما شاء الله وكبرت، وهي وكبرت وممكن اي حد يضحك عليها بس. طبعا يا حبيبي وانا كنت بلعب، انا وانا باخد بالي من نفسي ومن شبابي على طول، لكن برضو انا ما بنساش ان انا ماما. نزواتي هتضيعني هتضيعني يا اخوان، ابعدوا عني ابعدوا عني بس، انا اصلا يعني الفلوس بتطلع مني بالعافيه يعني، ده انا حتى اما بحلق الجنيه بيطلع للحلاق بعد وقت. يلا تأكد يا روشتي انك عمرك ما هتندم. انا عاوز اندم اصلا، عشان انا بحب يعني ان حد يضربني على فايا، بحس اما حد يضربني على فايا كانه ضربت مثلا زبادي خلاط. بألف هنا وشفا يا جدو، هبقى اقوم اطلب المحامي. لا انا عايزك تطلبي لي واحد شاي وبلاش المحامي بعدين، وبس حد يروح وحد يفضل عشان اقعد. مين اللي هيقوم؟ طب اقوم انا بقى اجيب الشاي. يا نهار اسود الحقوني، بيتحرشوا بيا. انا متاكده ان الثروه هيكتبها باسمي انا. نو جامي يا ماما، انا متاكده ان هو وعدني انه هيكتب الثروه باسمي انا. وليه مش انا؟ الله، وليه ما يكتبهاش باسمي انا؟ لا اكيد انا. طبيعي انا صاحبه البيت وهيكتبها باسمي انا. لا لا لا، هيكتبها باسمي انا طبعا. لا طبعا باسمي انا. لا 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 لا. خش وتعال. ده هو ده بيتي وهو انا وعيال وبركولي، وانا اتجوزت وهتجوز يعني، ودي هتجوزها واخلف منها عيال ومش هموت النهارده، وهجيب 3-4 عيال 9 ويورثوني عشان وهي واسمها واسمك ومش مهم اسمها، وبعدين يعني وانا اتجوزتها وهتجوزها، وانا لسه ما اتجوزتهاش بس يعني اوعى.